قد لا يدرك أصحاب المنازل الفارهة والسيارات المكيفة ما يدور في كواليس هذا البلد الذي يتغنون بتاريخه وحجم خيراته، لتصبح كاميرات الهواتف النقالة وسيلة النقل الحقيقي للواقع بلا تزييف. وين؟ أبو أمي. الله يرحمه. شكد عندك أخوان؟ بس اثنين. زين، كلكم تشتغلون هنا؟ لا. كلكم تشتغلون هنا؟ لا، واحد يشتغل بلا يبيع علالي بالسنة. انت شكد عمرك؟ ما أعرف. ما تعرف عمرك؟ زين، مداوم مدرسة قبل؟ بس من قبل ما يموت أبوي. أبوك شلون مات؟ بطاشي. متسولون ومشردون تكاد أن تقيئهم الشوارع بعد أن امتلأت بهم. التفكك الأسري حدا بهذا العجوز المشرد أن يترنم بفعل ابنه العاق. يا وليدي الكبر مرمرني أو التكتي ساعدني. مآس أخرى صورها بعضهم لأطفال يعيشون دون أب وأم بعد أن توفيت الأخيرة وألقي أباهم في السجن ظلما. وين بابا؟ بابا في السجن. شنو السبب راح للسجن؟ تهمة باطلة. شنو يعني شنو تهمة باطلة؟ يعني صار تهمة مال عشائر باطلة. وسجنه ايه؟ كم سنة؟ 20. 20 سنة. وماما وينها؟ ماما متوفت سبب الوفاة، ساعة توازت المستشفى، ظلت بالعشرة أيام هيك وتوفت. وهنا طفل يفترش الرصيف نايم بنص الشارع ويم الحاوية ما الزبالة. شبيه هذا الطفل خطير؟ ليش؟ وين أهلك؟ ما يحرق القلب في هذا البلد هو مشهد الأمة العراقية التي طالما دارت رحى الحروب في قلبها قبل الميادين، وهي الآن تعيش على ما يجود به الشارع عبر التسول أو البيع في الزحامات. الأنكى من كل ذلك هو وجود أكثر من وزارة ومؤسسة معنية بهذا الشأن، بجيوش من الموظفين الجرارة والتخصيصات وما إلى ذلك. وحين يسأل مسؤول تكون إجابته أسوأ من فعله، عندما يقول أن هذه المشاهد ترتبط بمافيات وعصابات وغيرها، ليكون السؤال هل أن البلاد مفروطة العقد إلى هذا الحد؟ حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية.